يقتل 99.9% من البكتيريا بس شنو يقتل أيضا؟ معكم سندس خبيرة الجودة من صفحة Lucky Water for Quality. كثير منا يختار الصابون المضاد للبكتيريا ظنا بأنه أحسن كفاءة ويقتل البكتيريا ويقينا من الأمراض أنه لأطفالنا، ولكن بالحقيقة هو يسبب لنا مشاكل أكثر. أثبتت مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية بأن الصابون العادي هو أحسن وأكثر كفاءة من الصابون المضاد للبكتيريا، بل بالعكس الصابون المضاد للبكتيريا يحتوي على مادة خطيرة اللي هي الترايكلوسان اللي تسبب مشاكل للجسم وممكن تسبب تغييرات هرمونية على حسب التجارب اللي أجروها على الفئران، ولكن لم يثبت لحد الآن تأثيرها على جسم الإنسان على المدى الطويل. وبذلك تم منع إضافة هذه المادة لمكونات الصابون عند خلال عملية تصنيع الصابون، وبهذا هو يصنف كدواء وليس للتداول العادي والاستخدام اليومي إحنا كأشخاص عاديين. لذلك إحنا واجبنا كمستهلكين بأنه نقرأ مكونات الصابون قبل شرائها ونتأكد لا وجود مادة الترايكلوسان بها، لنبتعد عن المشاكل والمواد الكيميائية قدر الإمكان وما ننغر بالإعلانات والدعايات. شكراً.